السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحب فيكم في محاضرة جديدة ودرس جديد، موضوع جديد من مواضيع مساق المونتاج والإخراج. في المحاضرات الماضية من بداية الفصل تعرفنا على العمليات الأساسية اللي بتتم في مرحلة البري برودكشن، مرحلة ما قبل الإنتاج، واللي كان السمات الأساسية إلها اللي هي تجهيز السيناريو وكتابة أنواع اللقطات وكتابة حركة الكاميرا والحركات الانتقالية للكاميرا أو أثناء الإديتنج أثناء المعالجة، أيضا عمل الستوري بورد اللي انتهينا منه في المحاضرة الماضية، وأيضا منها كمان تشكيل فريق العمل اللي راح يعني يشتغلوا في هذا البروجكت. وأخذنا في النهاية يعني صورة عامة، سواء أنا اللي كتبت السيناريو أو الشخص اللي بده يشرف على إخراج هذا الفيلم أو الجهة الممولة بتكون أخذت فكرة عامة عن الفكرة تاعتي أو عن القصة تاعتي وطريقة إنتاجها وإخراجها والناس اللي هيشتغلوا فيها والديالوجز اللي راح تصير والهدف الأساسي منها. حطينا لها العناوين وحطينا لها الأهداف والملخصات بشكل عام. الآن راح ننتقل لمرحلة البرودكشن، مرحلة الإنتاج. والمرحلة الإنتاج طبعا من أول الخطوات اللي أنا بدي أعملها في هذه المرحلة هي التصوير. طبعا التصوير مع الأخذ بعين الاعتبار عناصر كثيرة جدا، منها الإضاءات، منها المكان اللي أنا بدي أصور فيه، منها الأشخاص، وهذا اللي بيقوم بأدائه المخرج أو بيقوم بالإشراف عليه مخرج العمل بشكل كامل. فبالتالي اليوم راح نحكي احنا عن الكاميرا and recordings، يعني راح يكون في عندنا شوية معلومات تفصيلية عن آلية عمل الكاميرا وعن آلية التقاط لصورة جيدة باستخدام الكاميرا. راح نحكي عن الكاميرا بيزكس، حنحكي عن البيزكس اوف اوبتكس، اساسيات البصريات، كاميرا اوتبوتس الانالوج والديجيتال، الكاميرات النوعين الانالوج والديجيتال، والريكوردينج ميديومز او صوت التخزين، يعني وين انا بخزن التسجيلات اللي بسجلها. طبعا احنا لو رجعنا شوية لورا بالماضي كان في عنا نوع من الكاميرات، وطبعا سواء كانت الديجيتال او عفوا سواء كانت الفيديو او الصور الستيل ايمجز، الصور الثابته، كان في عندنا قديما للفيديو صور او كاميرات الفيلم كاميرا، الكاميرات الكبيره اللي بتسجل على شريط الكاسيت تبع الفيديو الكبير جدا، اللي كان عباره عن تيب بالشكل هذا، عباره عن نحكي شريط، الشريط هذا بيمر داخل أجزاء الكاميرا وبتم مغنطته بناء على الداتا اللي بتفوت من الكاميرا. وبعد هيك انتقلنا للكاميرات أيضا سواء كانت الفيديو أو الستيل إيميجز، الكاميرات الديجيتال اللي كانت اللي صارت تأخذ الداتا هذه وتحولها ل يعني لبيتس أند بايتس، لزيروز أند وانز، زي ما بتفهم اللي هو المعالجات والرامات والأجهزة الإلكترونية والحواسيب، وبتخزنها وبتعرضها سواء هنا على نفس الكاميرا أو على أي جهاز ديجيتال. وأيضا أثناء الانتقال من الكاميرات الأنالوج للكاميرات الديجيتال مرينا بمرحلة أنه في عندنا كتير عدد كبير جدا من الأفلام اللي كانت مصورة ومنتجة ومسجلة على أشرطة فيديو، كان في عندنا كتير آليات لتحويلها لنحكي لفيديوهات ديجيتال، لأنه هذه أنالوج مخزنة على أشرطة ووسائط تخزين قديمة، كانت يتم تحويلها للديجيتال من خلال في كان جهاز قارئ نحط فيه الشريط تمام ويقرأ على مدار الساعة أو الساعتين أو الثلاثة، وهو بيقرأ فيه يكون بيحول فيه وبيطلع لنا إياه على سي دي أو على فلاش أو على جهاز كمبيوتر إذا كان موصول بجهاز الكمبيوتر. لكن بشكل عام سواء كانت الكاميرا أنالوج أو كانت ديجيتال، آلية التصوير هي نفس الآلية، يعني
المنطقة اللي في الأمام اللي بتم فيها عملية التصوير، نفس الآلية في الكاميرتين، لكن في داتا، في معلومات طلعت من هنا من الكاميرا، كيف بده يتم تخزينها؟ هي بس اللي فرقت انه بده يتم تخزينها انالوج ولا ديجيتال. لو طلعنا هنا في عندنا ابيتشر، في عندنا الفوكس، في عندنا هنا الابيتشر، في عندنا الفوكس. طبعا حنعرف ايش يعني هذا الكلام شيء من التفصيل. هنا في عندي الفيو فايندر وين انا بشوف المخرج، وهنا نفس الفكره وين انا بشوف المخرج او الجزئيه اللي انا بصورها. الاختلاف فقط زي ما حكينا في منطقة التخزين في الوسط. أيضا بعد أن انتقلنا ويعني في الوقت الحالي في تصوير الأفلام وفي بعض الاستديوهات موجود في عنا الكاميرات الفيديو أو الكاميرات البروفيشنال. طبعا الكاميرا البروفيشنال زي ما أنتم ملاحظين موجود فيها كتير معدات إضافية في الأعلى وفي الأسفل لضبط الكاميرا والتحكم بسلاسة حركة هذه الكاميرا وكيف هي تلتقط مثلا 4K و8K، كاميرات بجودة عالية جدا، مساحات تخزينية عالية، مصدر طاقة أكبر وأوسع للمساعدة على العمل بشكل عام. لاحظوا هذه الكاميرا بهذه المعدات اللي فيها تعطيني إمكانية أنه يتنقل أو يلف الكاميرا بجميع أنواع الحركات زي ما حكينا أو زي ما تعرفنا على أنواع الحركات قبل هيك، حركة فوق لتحت تمام، والحركة للشمال واليمين بطريقة جدا سموث، وحركة للأمام وللخلف تمام زي الدلي اللي هي هذه الكاميرا. فاهتموا كتير أيضا بإضافة هذه الجزئيات على الكاميرا بحيث أنه تعطيني كل الحركات اللي بتسجلها تكون حركات ناعمة. الآن لو بدنا نيجي نفصل في الكاميرا اللي موجودة عندنا في الفترة الحالية وهي كاميرات الديجيتال. كاميرات الديجيتال كاميراز ديفر but this is a typical semi pro digital video camera. يعني الكاميرات بشكل عام بتختلف عن بعض شوية، لكن في شغلات متشابهة ولازم تكون موجودة بجميع الكاميرات. لو طلعنا هنا مثلا في عندنا الزوم اللي موجود في كل الكاميرات. طبعا بالنسبة للزوم هنا في منه دائما احنا بنحكي نوعين، النوع الاول الزوم الديجيتال والنوع الثاني الزوم الانالوج. الزوم الديجيتال زي اللي احنا لما نصور على شاشة الجوال نفسها ونحط ايدنا على الشاشة ونعمل زوم نكبر قبل واحنا بنصور تمام، هذا الزوم ديجيتال. هذا ما في عدسة بتتحرك بتقرب وبتبعد عن الكاميرا عشان تعطيني او تقرب لي الصورة، لا انا عمالي بأكبر في الزوم الديجيتال، بأكبر البكسل نفسه. وبتعرفوا انه دائما في الجوال بقول لك لا صور من غير زوم، صور في الجوال من غير زوم لانه هذا تكبير للصورة، وكأنه انا صورتها وبعد ما صورتها كبرتها بايدي ورحت قصيت الجزء اللي بدي اياه، فهو ما بيعطيني نيجي نحكي زوم حقيقي، هو بيعطيني تكبير للصورة والتكبير هذا بأثر على البكسلز. اما بالنسبه للزوم الانالوج هو عباره عن عدسات تمام، هذه العدسات قربها او بعدها عن بعض بتقرب الصوره وبتبعدها عن السنسور او عن اللاقط اللي بده يلتقط هذه الصوره. فدائما الافضل الزوم الانالوج، الزوم الانالوج هو بيوصل لي الصوره جاهزه قريبه او بعيده زي ما انا بدي. اما الزوم الديجيتال لا، هو نفس الصوره بس بكبر البكسلز نفسها. طيب في عندنا كمان بلت ان ستيريو مايكروفون، في عندنا مايكروفون موجود في الكاميرا بلت ان، يعني موجود في الكاميرا ستيريو، موجود عندنا على اليمين وعلى الشمال حسب وين المتحدث بيلتقط له الصوت. في عندنا الباك لايت كومبوزيشن بتون، الاضاءات ايضا في عندنا، يعني ممكن يكون في الكاميرا نفسها مصدر للاضاءه اذا بتدعم. كمان يعني في عندنا بعض العدسات اللي ممكن تكون موجوده في الكاميرا الاضافيه اللي بتصور مثلا الماكرو اللي هي العناصر الصغيره جدا او الدقيقه جدا زي الحشرات مثلا. في عندنا كمان في الديجيتال اوت بوت هنا مخارج متنوعه، يو اس بي ديجيتال اوت بوت عادي تمام اللي هو الوصلات اللي طالعه من الكاميرا. في عندنا مخارج للكهرباء، في عندنا مخارج الاي في اللي بتعطيني للشاشات التلفزيون تمام، اللي هي بتكون ثلاث ألوان، وصلة بثلاث ألوان المصدر تبع أو المخرج تبعها.
وفي عندي الكومبوننت اوت جاك، هذا برضو بيطلع لي نوع من انواع الوصلات برضو اللي بيطلع لي للشاشات القديمه، شاشات الانالوج. في هنا عندي الديجيتال زوم، كيف انا بدي اتحكم بالديجيتال، بالزوم ديجيتال زي ما قلنا بالجوال يعني، تمام، انه اكبر واصغر الصوره. هنا هذا انالوج وهذا ديجيتال. هذا طبعا بشكل خارجي بالنسبه للكاميرا. الان لما احنا بدنا نصور في عندنا اربع شغلات اساسيه لازم تكون دائما في بالنا، اللي هي الفوكال لينث. الفوكال لينث معناها البعد البؤري، الاكسبوجر اند ابيرتشر، هي عباره عن التعريض، بنسميها الاكسبوجر التعريض او الضوء بشكل بسيط جدا، وفتحه العدسه، ديبث اوف فيلد عمق او مجال الرؤيه، والنويز التشويش او الضوضاء. لو احنا بدنا نرجع شويه لطريقه التصوير، بنشوف او بنعرف انه احنا لو احنا بدنا نشوف اوبجكت في الطبيعه، يعني اي اوبجكت بدنا نشوفه او اي مثلا شخص او عنصر موجود وانا بشوف هذا الشخص من خلال سقوط الضوء عليه، تمام، هذا الشخص سقط الضوء عليه والضوء انعكس على عين الناظر او عين المتلقي. يعني لو انا واقف هنا بتفرج على هذا الشخص، هذا الشخص فيه اضاءات من الطبيعه ساقطه عليه او اضاءات صناعيه سقطت عليه وانعكست على عين المتلقي، فبالتالي الانعكاسات هذه الان الانعكاس حيكون له بعد، البعد هذا يعني قديش بعد الضوء عني، حيعطيني عمق، يعني الضوء اللي حيجيني من هنا مش زي الضوء اللي حيجيني من هنا، وهذا انا يعني اللي بستشعره عين الانسان. والشغله الثانيه اللون، الطول الضوء او الطول الموجي لهذا اللون، فبتتشكل في عدسه الانسان او في عين الانسان صوره مقلوبه، زي ما بنعرف صوره مقلوبه عن الشخص، وهذه الصوره بتنتقل للدماغ لادراكها بشكلها الصحيح. يعني الان في عين الانسان لو طلعنا في عين اي واحد، يعني عين بنظر لعنصر معين بنلاقي انه في صوره مقلوبه من العنصر اللي قباله ومصغره، مقلوبه ومصغره. هذا يعني اللي بشكل بسيط بدا منه موضوع التصوير. طبعا اللي بدا او اللي انتج واشتغل على اول نظريات التصوير اللي هو العالم ابن الهيثم. بشكل بسيط استنتج او اكتشف انه لو مر الضوء من خلال فتحه صغيره زي فتحة العين أو زي عدسة الكاميرا يعني، أو أي ثقب في جدار مثلا، مر الضوء المنعكس من جسم معين من خلال فتحة صغيرة مش من خلال شباك كبير، فقط فتحة صغيرة، حيرسم نفس الرسمة لكن معكوسة على العنصر المقابل. طلعوا هنا في عندي ورقة بيضاء، الورقة البيضاء هذه ما التقطتش ضوء، يعني هو بحكي له why is there no image on a piece of white paper؟ يعني هنا في ضوء سقط هنا لكن ما تكون ظل او رسم لهذا الجسم على الورقه البيضاء، تمام، لانه ما فيش عندي فتحه صغيره تجمع هذه الاضاءات. فالفكره انه لو كان في عندي فتحه صغيره سقط الضوء على هذا الجسم ومر من هذه الفتحه الصغيره، حيكون صوره معكوسه على الجدار او على الشاشه المواجهه لهذا الثقب. الصورة المعكوسة عن مين؟ عن الشخص أو عن الأوبجكت اللي إحنا بنشوفه. فاللي بصير عادة إنه بدنا نفترض إنه هذه كاميرا، والكاميرا فيها عدسة أو فتحة عدسة صغيرة جدا، وفي مستقبل السنسور موجود في الخلف. الآن في ضوء اللي هو زي مثلا ضوء الفلاش أو الضوء الطبيعي اللي أنا لما بدي أصور أسلطه على الشخص أو على الأوبجكت اللي بدي أصوره، الإضاءات اللي سقطت من الفلاش هذا أو من الطبيعة حتنعكس على عدسة الكاميرا، وبالداخل حتتكون لي صورة مقلوبة أو صورة معكوسة. هذا بشكل بسيط هو مبدأ عمل الكاميرا. منه بدأوا بعمل النماذج الأساسية للكاميرات، مثلا هاي فتحة الباب، وطبعا هذه ممكن يكون بعضكم لاحظها إذا كان في بيت عنده حواليه فراغ أو حواليه وسع، يعني مش شقة سكنية، وفي عنده الباب القديم اللي له فتحة شوية بتكون واسعة، انه هذا الفتحة بتدخل صور او بتدخل نجي نحكي انعكاسات، طبعا غير ملونة، انعكاسات للاجسام اللي موجودة في الخارج، تمام. الان
نفس الفكرة. هي في عندنا من أوائل الكاميرات أو شكل أول كاميرا تم إنتاجها. هذه الكاميرا زي ما إحنا برضو حكينا على نفس المبدأ، بتشتغل إنه في ضوء دخل من خلال فتحة صغيرة جدا كون لي صورة مقلوبة. الصورة المقلوبة هنا حطوا مرآة، ودائما إحنا لما نوقف قبال المرآة، المرآة بتقلب الصورة تاعتنا. لما انا اكون واقف قبال المرايه، المرايه بتكون قالبه الصوره بالعكس يعني، تمام. فالان صوره مقلوبه ودخلناها على مراه قلبتها كمان مره، فحينتج لي بالاعلى صوره غير معكوسه مطابقه للصوره اللي موجوده في الواقع. فدخل الضوء هنا كون، يفترض على الجدار يكون هنا صوره مقلوبه، رحنا خليناه او خلوه انه يصطدم بكاميرا، الكاميرا قلبت الصورة كمان مرة فصارت صورة غير مقلوبة، وهيها اجت على لوحة وكانوا يجوا يرسموها او يعيدوا رسمها في الاعلى. بعد هيك شوية شوية بدأت الكاميرات تتطور، لما وصلنا او لما وصلوا للحالة اللي احنا عليها اليوم، انه هذه الصورة المقلوبة بيستقبلها مستشعر ضوء، تمام. مستشعر الضوء بيحول الاضواء اللي وصلته لبيانات وبيخزنها. اللي احنا بدنا اياه من الكلام اللي احنا حكيناه من البداية، انه الصورة في الاساس هي عبارة عن اضاءة، يعني ايش الاضاءات اللي فاتت من هنا هي اللي حتكون لي الصورة، تمام. فطالما الصورة اضاءة، معناته انا كل التصوير راح يعتمد بشكل عام على كمية الاضاءة اللي دخلت من عدسة الكاميرا او من فتحة العدسة تاعت الكاميرا ووصلت المجسات الملتقطة للاضاءة. الآن هذه الكمية الإضاءة ممكن تكون بمقدار كبير جدا، حتوصل صورة ضاوية كتير جدا أو صورة بيضة، تمام. ممكن تكون قليلة بتوصل لصورة معتمة. في عندنا هنا بعض الإعدادات اللي بتكون بالأمام قدام السنسور، يعني هاي السنسور ورا اللي بده يلتقط الصورة أو بده يلتقط الألوان والإضاءات قدامه، كيف أنا أو إيش كمية الضوء اللي بدي أخذها من الجسم اللي أمامي وأدخلها للسنسور عشان يلتقط لي صورة جيدة. فالآن إحنا كل شيء راح نحكي عنه، لو حكينا عن الفوكال لينث هذا له علاقة بشكل مباشر بالزوم، لو حكينا عن الإكسبوجر والأبيرتشر هذا له علاقة بشكل مباشر بالتعريض أو كمية الضوء اللي داخلة لعدسة الكاميرا أو اللي داخلة للسنسور، تمام. طيب أول شغلة هي الفوكال لينث، وبدنا شوية يعني نركز في هذا الموضوع. الفوكال لينث زي ما حكينا معناها البعد البؤري. حنفترض انه هذه هي عدسة الكاميرا اللي احنا بنركبها على الكاميرا من الامام. عندي هنا السنسور الملتقط للاضاءات اللي داخله، وعندي هنا فتحة العدسة، يعني هاي السنسور وهذا فتحة العدسة. المسافة بين السنسور وفتحة العدسة، هذه المسافة، يعني أنا الآن في عندي هنا فتحة العدسة وفيها تمام بده يدخل من خلالها ضوء، الضوء هذا بده ينتقل أو يلتقط السنسور اللي موجود هنا. المسافة من هنا لهنا هي بنسميها الفوكال لينث، البعد البؤري، بعد العدسة اللي بتلتقط الضوء عن السنسور أو المجس اللي بخزن المعلومات تبعت هذا الضوء. الآن في عندي شجرة ويجينا بعدسة الفوكال لينك تبعها 6 إنش، ونصور هذه الشجرة، راح ألاحظ أنه حيكون لي صورة مقلوبة عن الشجرة هذه ومصغرة. طيب لو أنا بدي أقرب الصورة أكثر، يعني بديش صورة مصغرة، بدي صورة أكبر شوية، تمام، اللي راح يصير أني راح أزود الفوكال لينك، يعني أبعد الفتحة العدسة، فتحة العدسة أبعدها عن السنسور بالشكل هذا. طبعا هذا المكان عبارة عن غرفة مظلمة بمر في الضوء، تمام. فبالتالي لو زاد الفوكال لينث بيزيد حجم الصورة الملتقطة، بيكبر. زاد أكثر الفوكال لينث زاد أكبر حجم الصورة الملتقطة. فبالتالي الفوكال لينث بشكل بسيط جدا بيشكل لي أو بيكون لي الزوم. ولو إحنا مسكنا أي كاميرا وبدنا نصور فيها، بدنا نعمل زوم، حركنا العدسة تاعت الكاميرا من الأمام اللي هو الرينج أو الحلقة اللي بتضبط الزوم، هنلاحظ إنه العدسة الكاميرا من الأمام بتكبر بتصير لقدام. لكن لو أنا ما بدي زوم بلاحظ إنه عدسة الكاميرا بتضب أو بتدخل للخلف،
تمام؟ فكل ما زاد البعد البؤري زاد التكبير، أعطاني صورة أكبر عن الأوبجكت اللي أنا بدي أصوره. يعني هاي أول قاعدة، الفوكال لينث. الفوكال لينث زي ما احنا شايفين ما حكيناش فيها لسه عن كمية إضاءة داخلة، لا، حكينا عن عدسة قديش بعيدة عن السنسور. طيب الفوكال لينث دائما بيأثر لي بشكل مباشر على شغلة أو مصطلح تاني بنسميه الفيلد أوف فيو، مجال الرؤية. زي ما احنا عارفين لو احنا كنا واقفين هنا وبدنا نصور شجرة ومصورينها فوكال لينث صغير، حيعطيني شجرة صغيرة لكن حيعطيني بيئة كبيرة حواليها، يعني كل البيئة اللي حواليها بصور لي إياها. أما لو أنا عملت زوم فكأنه أنا ركزت على الشجرة هذه لحالها، تمام، وممكن يعطيني بس عناصر صغيرة جنبها بالشكل هذا. كل ما احنا زودنا الفوكال لينث معناها قللنا الفيلد اوف فيو. هاي الفوكال لينث 18 ملي، تمام، 18 ملي ما فيش زوم عندي تقريبا، 24 صار في عندي زوم اكثر شويه. يعني هنا لاحظوا الجبل هذا بعض الاجزاء منه انقصت، من هنا جنب الشجره برضو بعض الاجزاء بطلت باينه، فبالتالي هذا بنسميه مجال الرؤيه، الفيلد اوف فيو بقل. صح انا عملت زوم، عملت زوم، وفي نفس الوقت قللت مجال الرؤيه لانه انا بدي اركز على عنصر في النص. طيب ال 35 بلاحظ انه الجبل انقص من هنا، هذا الاوبجكت انقص، تمام، بشكل كامل. طيب نيجي لل 55 قربنا اكثر، 85 صغر مجال الرؤيه. لما نوصل مثلا لل 300 فوكال لينث 300 ملي، يعني 300 ملي يعني المسافه بين السنسور وفتحه العدسه 3 سم او عفوا 30 سم. بنشوف هنا انه البيت صار واضح جدا جدا، هذا البيت اللي كان ورا اللي كان هنا صار واضح جدا، لكن هل الجبل مبين اللي وراه؟ مش مبين. هل العناصر اللي امام مبينه؟ مش مبينه. فبالتالي انا لما ازود الفوكال لينث معناتها انا عملت زوم اعلى، معناها قربت الاوبجكتس اكثر، لكن في نفس الوقت مجال الرؤيه صار اضيق. نطلع هنا، لو كان عندي الفوكال لينث 7.5 قيمه صغيره بشوف كثير، تمام، ضيقت الفوكال لينث عملت زوم على ال 24 قلت مسافه الرؤيه، على ال 50 قلت مسافه الرؤيه. لاحظوا على ال 500 ملي بلاحظ انه انا بصير اركز على عنصر واحد. ولو رحنا للمصورين عاده بيكون عنده مثلا بيكون معاه عدسه 50 ملي وعدسه 100 وعدسه مثلا 200. العدسه ال 50 بتكون عدسه صغيره مش طويله كثير، تمام، عدسه صغيره لانها بتشوف كثير لكن ما بتعمل زوم، وهذه بيصوروا فيها في المناطق المفتوحه، مش انه بدي اصور شخص في استوديو او بدي اصور شخص اعزله من منطقه كبيره، لا، انا بصور مثلا في حفله، بصور في نفترض مهرجان، بصور في شارع وبدي كل التفاصيل تكون واضحه، فانا باخذ عدسه قصيره ما بتعمل زوم كتير، ما في مسافة بين السنسور وفتحة العدسة، باخذها قصيرة، لكن هذا حتعطيني فيلد اوف فيو، مجال رؤية واسع. فهي أول شغلة بنركز فيها، فوكال لينث كل ما زاد معناته الزوم بزيد، معناها المسافة بين العدسة والسنسور بتزيد، معناها الفيلد اوف فيو بقل في المقابل. يعني لما بدي اعمل زوم او بدي اصور شغلات بعيده معناتها بدي كاميرا الفوكال لينك تبعها كبير، كاميرا 500 ملي، كاميرا 135 ملي بالشكل هذا. احكي لي هنا في عندي شغله بسميها برسبكتيف في اس فيو بوينت. برسبكتيف ا سمول تشينج ان فيو بوينتس از ا بيج تشينج ان باك جراوند تليفون لينس كان سيميوليت ذس. يعني بحكي لي انه تغيير بسيط جدا في النقطة اللي أنا بأنظر منها للأوبجكت، يعني لو كنت أنا بتطلع أو بدي أصور من هنا، تمام، غيرت تغيير بسيط جدا، رجعت لورا هيو بال 24 ملي وهنا بال 50 ملي وهنا بال 135 ملي. يعني لما عمل زوم أكثر
غير كثير في الاضاءات، غير كثير في الالوان الموجوده، فتغير بسيط في الـ في الـ في البرسبكتيف، في المكان اللي انا بدي انظر منه، حيغير لي ايضا في التفاصيل الموجوده في الصوره. الان بدنا نحكي عن شغله مهمه جدا اللي هو مثلث التعريض. مثلث التعريض بيتكون من 3 عناصر. طبعا التعريض معناتها النتيجة النهائية، انه قديش اضاءة وصلت للسنسور، اللي بتحكم فيها 3 شغلات. هنا مكتوب two ways، هي 3 لكن تنتين الاساسيات. الاولى اللي بنسميها الابيرتشر، فتحة العدسة. الثانية الشتر سبيد، سرعة الغالق تبع العدسة. والثالثة حاجة بنسميها الايزو. حنحكي عن هاي الـ3 شغلات ان شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة. يعطيكم العافية.